السلام عليكم، تحية طيبة على الجميع، وأهلا وسهلا فيكم في الدرس الجديد من كان فريم وورك أومنت. في هذا الدرس راح نشرح تحميل وتثبيت كان فريم وورك الجانب العملي. احنا شرحنا في الدرس السابق في الجانب النظري على الطريقة وعلى الآلية. هذا الفيديو على مود يكون مسرع ويكون بنفس الوقت يراويك خطوة بخطوة كيفية تنصيب وتنفيذ كانت من جوجل. تكتب اومنت بالانجليزي اومنت بلس بلس داونلود، راح تظهر لك مجموعة من الدوكومنت. احنا نختار الاول، اول ما تنقر عليه راح يفتح لك هاي الواجهة الرئيسية وهذا الفيرجن الجديد. احنا نريد الاولدر. هذه الواجهة اللي راح تظهر لك جميع الفيرجنات القديمة، كل ما عليك ان تبحث على الفيرجن 4.6، تنزل تحت 5.41 5.43 5.2 5.1 5 4.6 اللي هو هذا المطلوب. كل ما عليك تختار الويندوز اللي هنشتغل على الويندوز وتقول داونلود، راح ينزل عندك هنا داونلود. كيفية تحميل كان كلاود؟ تصعد لي فوق، راح تختار على السيموليشن مود يران تولز، راح تبحث هنا بس تكتب كان. اول ما تكتب كان راح تظهر لك المؤشر بحث لك اياه اللي هي كنترول اريا نتورك موديول. تروح عن طريق الويب سايت لما تفتح الواجهة المتعلقة في الكنترول، وهاي من داونلود بس تنقر كان داونلود، راح ينزل عندك مباشرة بعد ما تضغط داونلود. وهاي نزل عندك ثاني واحد. هسه من جوجل تكتب اينت فريم ورك داونلود على مود نبحث على الاصدار 2.50، راح تظهر لك هذه الواجهة. هنا هاي واجهة متعلقة بالاينت، تبحث على 2.5.0 اللي هو هذا. اول ما تدوس كليك راح ينزل عندك. فهنا قمنا بتحميل ثلاث ملفات، هسه راح نفك الضغط وراح نثبتهم. بعد ما فكينا الضغط على الملف فولدرات واحنا فتحنا الفولدر الاومنت، الان دخلت داخل الفولدر اومنت 4.6. راح اروح على الفايل هذا اللي هو يعتبر الكوماند لاين انترفيس الخاص بالاومنت. راح اشوف مطلوب منك تكتب دوت سلاش كونفيجر، بعدين ندوس ميك دوت سلاش كونفيجر اند بعد ما كملت الكونفيجر راح يظهر لك اللاين الاخير. اذا انطاك الباث وقال لك جود، معناته انت في الخطوه الصحيحه. هسه كل ما عليك ان تكتب كلمه ميك خاطر يكمل الاجراءات فيها. بعد ما كمل عمليه البولد وعمل انتجريشن لكل الفايلات الموجودة لابري داخل اومنت 4.6، الان طلع لك هذا اللاين، معناته انت ثبتته بصورة صحيحة. هسه كل ما عليك تكتب اومنت دوت بي بي على ما نفتح الاي دي اي، وراح يظهر عندنا الاي دي اي للاومنت. فتحت الواجهة، هنا راح نخليه على سامبلز باعتبار كل الابلكيشن وكل الفريم ورك او البروجكت حيكون داخل هذا الفولدر ناشئ. عم نظهر لنا الواجهه مره اخرى، نقول له اوكي، وفي الحاله راح يفتح الاومنت 4.6. وهاي الواجهة الرئيسية بالأومنت، من نقول له اكست
راح يطلب من عندنا تسطيب الاينت وتسطيب بعض الباراجرام اللي بامكاننا الاستفاده من عندها. احنا هنا ما راح نريد الاينت لان راح ينزل لنا الاينت الجديد واحنا شغالين على 2.5، فنقول له اوكي وهنا نطلع اكس اكس هاي خليها ماينس. انا قمت بمسح كل البرامج الموجود على مود تكون الصورة واضحة. شلون اضافة اللي كان فريمورك داخل اينت. هسا حاليا نريد نستدعي اينت فريمورك من رايت كليك امبورت، تختار جنرال اكسيستنج بروجكت ورك سبيس نيكست. هنا في حال اذا ما فاك الضغط من تستدعي، احنا فاكين الضغط فمن نستدعي براوز. من براوز بدي انا خالي وهنا الاينت، هذا الاينت اللي 2.50 كوبي نسخة والان عملت فينيش. هسه راح يعمل فايل يعمل كوبي ينقله الى الفولدر السامبلز. لما يكمل لان شوي ياخذ وقت، وهنا الاندكسر راح يكمل راح اتواصل. وبعد ما كمل الاستدعاء وانتهى الاندكسر الموجود راح يكون الاينت عندك ظاهر بهاي الصورة. كل ما عليك هنا نجيب الملفات الموجودة داخل كان فولدر، يعني بمعنى بعد ما تفك الضغط للكان داونلود تفك الضغط راح يفتح لك هاي الملفين نظر. يظهر لك هذا الفولدر وهذا الفولدر، فانت من الفولدر 0.1.0 راح تظهر لك فولدرين. الاكزامبل هذا الاكزامبل هو فئة الاينت سورس اكزامبل، العفو من جهة اينت اكزامبل اللي هو هذا الفئة، والسورس من جهة السورس. احنا خلينا نبلش بالسورس كبداية. هنشوف شنو عندنا موجود داخل السورس. سورس عندنا بالابلكيشن، هاي الابلكيشن فولدر تضغط كليك، هاي تاخذها رايت كليك كوبي من سورس ابلكيشن، تفتح الابلكيشن هنا بس تنقر على الابلكيشن وتدوس رايت كليك وبيست راح تنزل مباشرة هنا موجود عندك. كذلك نسوي لللينك لاير عندك اثنين فايلات، تاخذ رايت كليك كوبي واللينك لاير تبحث هنا مو داخل السورس، تبحث على اللينك لاير، هاي اللينك لاير فقط تنقر هنا على اللينك لاير رايت كليك بيست راح تلقى الكان والايكون موجودة. عندك بعد بالسورس بالنود عندك موجود ايك الكان كوبي بالنود، احنا داخل السورس بالنود اللي هي هاي رايت كليك بيست راح تلقى النود الموجودة اللي هي كان اللي هاي. خلصنا كل ما يتعلق بالسورس. هسا نروح للإكزامبل، شنو مضاف عندنا بالإكزامبل؟ خلينا نرجع من السورس إلى الفولدر الإكزامبل. بإكزامبل عندك اثنين بس، هاي تاخذين رايت كليك وكوبي بالإكزامبل رايت كليك بيست. هنا راح أقول لك أوفر رايتنج لأن عندنا أوريدي موجود، هنقول له يس إن هذا راح يكون شغال عليه. بهالحالة كملت تحميل كان داخل الاومنت. هسه كل ما عليك ان تعمل بولد رايت كليك بولد بروجكت، هنا حد ما تنتظره يعمل بولد لكل الفايلات. وكمل عملية البولد للاينت والاندكسر كمل، يعني صار عندنا 100% وماكو اي اكس موجود على اينت فريم ورك، معناته عملنا البولد بصوره صحيحه. هسه خلينا ننفذ اي ابلكيشن، يعني من طريق اكزامبل اللي كان عندنا
مجموعة من الابليكيشن الامنت اي ناي. خلني نفتح الفايل ونقول له run. حد ما يكمل من 36% يوصل ل 100%، لان هسه مثل ما اشوف جاي يعمل انتجريشن على الفايلات الموجوده بالاينت. وبعد ما كمل راح نفتح كان باص مثل ما اشوف هاي الشبكه، بس تضغط ران ونفذ وقام هنا بعمليه ارسال المسجات، معناته نصبت بصورة صحيحة، وبمعنى انه خلصت المحاضرة لهذا اليوم، وان شاء الله نكمل الدروس في المحاضرات القادمة.